صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن الصور المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنها صورة منسوبة إلى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه هي صورة غير صحيحية، مؤكدا معاليه على ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية قد تعرض فاعلها للمساءلة القانونية، سائلا معاليه المولى تعالى أن يديم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سموه من كل مكروه.